تم ضبط حوالي 63 حملة وهمية على مستوى المملكة. تم ضبط 288 مواطن ومقيم مخالف لأنظمة الحج وطبقت العقوبة المقررة عليهم ب10,000. تم ضبط ناقلي حجاج غير نظاميين 8 أشخاص سعوديين ومقيمين مخالف أنظمة الإقامة وأمن الحدود في مكة المكرمة. تم ضبط 2,062 شخص مخالف لأنظمة الإقامة وكانوا يخططون لأداء شعيرة الحج بشكل غير نظامي. تم إعادة 99,792 مقيم لم يحصلوا على التصاريح اللازمة لدخول مكة المكرمة، وتم إعادة 69,663 سيارة أيضا كانت مخالفة وغير مصرح لها، وتنقل أيضا عاملين غير مصرح لهم أو حجاج غير مصرح لهم. دقة التفويج: تشارك قوات الطوارئ الخاصة في مكة المكرمة ومشاعر المقدسة وفي كافة المواقع التي ينتقل إليها الحجيج، فهي تعمل في كافة المحاور على توفير عدة اعتبارات: أمن الحجيج أولا، سهولة حركته، انتقاله حتى يشعر بالراحة والاطمئنان. والمديرية العامة للدفاع المدني أعدت خطتها التفصيلية التي تستند حقيقة على محاور رئيسية وركائز أساسية. يتعلق الركيزة الأولى في الجانب الوقائي وجانب التوعية. نعلن الحمد لله اكتمال مرحلة قدوم الحجاج ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من كافة الدول في عبر كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية. تسير رحلات استطلاعية لمتابعة ورصد الحالات الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام والتأكد من سلامة الطرق المؤدية للمشاعر.